الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية. مرحبا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الصحة الفلسطينية تعلن عن المزيد من الشهداء جراء نقص الغذاء شمال قطاع غزة، وتطالب العالم بسرعة التحرك لرفع هذه الكارثة الإنسانية. أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة يغلقون الشوارع في تل أبيب، مطالبين حكومة نتنياهو بإتمام صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية. البيت الأبيض يقول إن إدارة بايدن تعمل على مدار الساعة للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويشدد على أن إدخال المساعدات للمدنيين على رأس الأولويات. البداية مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وقد ارتقى 14 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في مخيم النصيرات، كما ارتقى عدد من الشهداء من جراء قصف جوي لجيش الاحتلال على منزل بمخيم البريج وسط القطاع. ودمرت قوات الاحتلال منازل سكنية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات على مناطق متفرقة من المدينة. وشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة قصفا مدفعيا واشتباكات مسلحة. أعلن المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة بين الأطفال إلى 6 شهداء خلال الساعات الماضية نتيجة الجفاف وسوء التغذية. وطالب القدرة المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لوقف استمرار الكارثة الإنسانية التي تهدد قطاع غزة. وشدد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية على أن المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيدا و110 مصابين، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى قرابة 30 ألف شهيد وحوالي 70,400 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. يأتي هذا بينما لا يزال عدد من الضحايا موجودين تحت الركام وفي الطرقات، كما يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المناطق المستهدفة. أعلنت الفصائل الفلسطينية وقوع اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من المسافة 0 في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وذكرت الفصائل أنها خاضت الاشتباكات الأعنف منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر. وأشارت الفصائل أيضا إلى أنها استخدمت خلال الاشتباكات قذائف الهاون وقذائف صاروخية أخرى.
وينضم إلينا من استوديو القاهرة الإخبارية الأستاذ ياسر أبو سيدو، نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح. مرحبا بك سيد ياسر، وأبدأ معك من الوضع الإنساني المتدهور الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه على شفا مجاعة. طبعا هذا الوضع لم يعني يكن له سابقة في شهور الحرب الأولى أستاذ ياسر، وبإزاء هذا التطور النوعي يعني أسألك عن الإجراءات التي تتخذ من قبل السلطة أو من قبل المنظمات الدولية لإنقاذ هذا الوضع الآن. أخي العزيز، بعد التحية لحضرتك وللإخوة المشاهدين جميعا، لازم نقول نحن نواجه من؟ نحن نواجه نوع من البشر، مش هقول عليهم حيوانات لأنه لا تدخل في خلق الله، ولكن هذا النوع من البشر بشر غير عادي، قلوبهم حجر، لا يحملوا أي صفات إنسانية، ويبدو أنهم جبلوا على أن يكونوا قتلة منذ نعومة أظفارهم. فنجد أن عدد المجازر التي تمت في 145 يوم حتى الآن هو عدد غير مسبوق، ويكاد كما أتصور أنا أنهم يتسابقوا مع النازية بقتل البشر. يعني النازيين يمكن لم يصلوا بالقتل إلى هذه إلى حد الجريمة، أن يقتل الأطفال وتقطع عنهم الكهرباء وحمل التجويع غير مسبوقة، ويريدوا أن يحققوا كما يقولوا أو كما يقول السيد نتنياهو، يريد أن يحقق النصر الكامل. وأذكر السيد نتنياهو بأنه في بداية هذا الهجوم البربري الشرس كان يقول: لا أدري لماذا لا يريد الفلسطينيين أن يقتنعوا بأنهم لن يهزموا إسرائيل، وأقول أنا لهم ويقول كل فلسطيني: ولماذا لا يدرك نتنياهو وغير نتنياهو أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يرفع الراية البيضاء. طبعا أعداد الشهداء، نحن نقدمهم شهداء من أجل فلسطين أو من في سبيل الله، وصابرين على أننا سنصل إن شاء الله إلى النصر بإذن الله. يعني أفهم من كلامك سيد ياسر أنه لا حل لهذه الأزمة الإنسانية والإغاثية الكارثية إلا بالتوصل إلى اتفاق. التسريبات من باريس 2 تقول أنه الاتفاق على وشك الظهور إلى النور، هل لديك معلومات فيما يتعلق بهذا الاتفاق سيد ياسر؟ هي في أخبار بتأتي، ولكن علينا أن نكون حذرين جدا، حذرين في التعامل مع العدو الصهيوني الذي جبل على الغدر منذ وجدوا على سطح الأرض. فلا كلمة ولا اتفاق مع هؤلاء الناس يلتزمون به. ويمكن احنا عندنا تجربتنا القاسية، تجربة أوسلو التي وقعنا معهم سلاما من أجل الإنسانية ومن أجل السلام ومن أجل أطفال إسرائيل ومن أجل أطفال فلسطين، ولكنهم كما هي عادتهم غدروا وسحبوا كل ما تعهدوا به في أوسلو، وعادوا لخلط الأوراق ولعبة القتل اللي احنا بنشوفه قتلا يوميا، في اليوم في 10 مجازر، 15 مجزرة، 3 مجازر، 12 مجزرة، لأنه يبدو أن هؤلاء الناس يتلذذوا بعملية القتل، وهذه السادية اللي موجودة عند هؤلاء الناس غير مسبوقة. يعني احنا شفنا أن العالم كله في البداية كان يقول من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، ولكن اليوم كل العالم يقول لإسرائيل كفى ويجب أن توقفوا قتل الأطفال وقتل النساء وتصلوا إلى نوع من التفاهم. ما يأتي من باريس هو محاولات صهيونية، وأنا في قناعتي أنها محاولات صهيونية لكي تدهن
الكذب بالصدق، والكذب مهما دهن بالصدق لا يمكن أن يكون إلا كذبا، لأنهم يريدوا منا كفلسطينيين الاستسلام ورفع الراية البيضاء. تمام أستاذ ياسر، يعني استوقفني هنا ما قالته يديعوت أحرنو تعليقا على أنه بايدن قال أنا متفائل بالتوصل إلى بقرب التوصل إلى الهدنة، بينما الصحيفة العبرية قالت لا نعلم من أين جاء بايدن بهذا التفاؤل. يعني هذا التضارب بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي كيف تفسره أنت؟ أفسره بكلمتين بسيطتين جدا جدا جدا. في عام 1993 عندما بدأ مؤتمر مدريد في إسبانيا، مؤتمر السلام العالمي في إسبانيا، أرسل جورج بوش الأب دعوة إلى إسرائيل لكي تشارك في مؤتمر السلام، وإسرائيل رفضت أو ترددت أو تعززت، فقام جورج بوش الأب بإجبار إسرائيل من خلال وقف المساعدات أو وقف أرباح المساعدات في البنوك الأمريكية. فاستجاب إسحاق شمير وذهب صاغرا، لأني عشان نكون في الحقيقة إن إسرائيل هي الطفل المدلل للولايات المتحدة الأمريكية، ومهما علت إسرائيل لن تستطيع إلا أن تنصاع للولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك أستاذ ياسر أبو سيدو نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح، كنت معنا من القاهرة. العفو حبيبي، أهلا وسهلا بك. أغلق أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة الشارع المقابل لمقر وزارة الدفاع في تل أبيب للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإتمام صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية. وكانت عائلات المحتجزين انطلقت صباح أمس الأربعاء في مسيرة تستمر 4 أيام من مستوطنة رعيم إلى القدس تحت شعار متحدون من أجل تحرير المحتجزين. صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير بأن إدارة الرئيس بايدن تعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا وأكدت بيير أن ثمة تفاؤلا لدى الإدارة الأمريكية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال وقت قريب، وأضافت أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل المحتجزين على رأس أولويات الرئيس بايدن. تتواصل أصداء إقدام الجندي الأمريكي آرون بوشنيل على حرق نفسه أمام مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وكشف موقع ذا انترسبت الإخباري الأمريكي عن وثائق للبنتاغون تفيد بأن القوات الجوية الأمريكية أرسلت ضباطا متخصصين إلى إسرائيل في أواخر نوفمبر الماضي، حيث قدموا معلومات استخباراتية لتنفيذ ضربات جوية في غزة. وأوضح ذا انترسبت بأن وكالة الاستخبارات الأمريكية أحالت أسئلة إلى القوات الجوية، مؤكدة عدم استجابة مكتب وزير الدفاع الأمريكي والقيادة المركزية لطلبات التعليق. قال 4 مسؤولين أمريكيين إن البيت الأبيض يستكشف إمكانية إسقاط المساعدات جوا من الطائرات العسكرية الأمريكية على قطاع غزة. وأشار المسؤولون الأمريكيون لموقع أكسيوس الأمريكي إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات للقطاع. وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن هناك قلقا متزايدا لدى إدارة بايدن بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، خاصة شمال القطاع، حيث يوجد تهديد متزايد بحدوث مجاعة. نفذت مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا عملية إسقاط جوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة شمال قطاع غزة. تضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من آثار الأزمة الحادة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية بالقطاع. وتؤكد مصر استمرار فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات وقرى في محافظات قلقيلية والخليل وجنين ونابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقعت مصر 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إن الاستثمارات المتوقعة للمرحلة التجريبية تبلغ 12 مليار دولار بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات. تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن بيع حصة من أسهم في بنك نات ويست. وقالت صحيفة ذا جارديان إنه من المنتظر أن يعلن وزير المالية جيرمي هانت بيع الحصة قريبا، وتتطلع الحكومة لجمع ما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه استرليني من الصفقة. وتمتلك بريطانيا حصة تمثل ثلث أسهم البنك وتبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات جنيه استرليني و700 مليون، وتعد النسبة المتبقية من أصل 84% حصلت عليها الحكومة البريطانية عندما تدخلت لإنقاذ البنك خلال الأزمة المالية عام 2008. انطلقت فعاليات قمة العرب للطيران 2024 في إمارة رأس الخيمة في الإمارات تحت شعار استشراف مستقبل السفر. وتهدف القمة التي تنعقد بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى تحفيز التغيير العالمي الذي يشهده قطاع الطيران ودفع عجلة الابتكار والاستثمار به. المزيد في سياق الرسالة الآتية لأحمد مصطفى مدير مكتب القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة بمطار القاهرة. مستقبل حركة الطيران، هذا هو العنوان الرئيسي لقمة العرب 11 للطيران التي تستضيفها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية الشقيقة. أيضا الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الطيران وما يجري وما يدور في هذا الاقتصاد الهام الذي تشهده منطقتنا العربية أو منطقة الشرق الأوسط. حاكم إمارة رأس الخيمة اليوم افتتح هذه القمة والتي أكدت لأول مرة أن العالم العربي يشهد أو يعد هو من أقل الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حركة الطيران، حيث أن هذه النسبة لا تزيد عن 1%، بالإضافة إلى أيضا هناك العديد من الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية. تم شكل يونت انه قاعد تدرس الذكاء الاصطناعي، اعتقد ان اذا فيها حوكمه راح تكون ممتازه للقطاع الطيران، بس لازم تكون فيها حوكمه بالموضوع، تدرس بطريقه صحيحه، تتحوكم وتكون امن. كوربوريشن داخل الشركه لابد انه تتحول رقميا، لابد أن تكون مع التكنولوجيا على أساس تخلق الإفيشنسي بالشغل، لابد أن يكون عندك تحول. وإحنا يعني عندنا دايركتر خاص مسؤول بهالشيء على التحويل الرقمي ومواكبة العصر والتقدم. داخل قمة العرب للطيران نتابع الجلسات معكم، أحمد مصطفى موفد القاهرة الإخبارية.
رياضيا، حقق نابولي فوزا كاسحا خارج ملعبه على ساسولو بستة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 26 من الدوري الإيطالي. أهداف نابولي حامل اللقب حملت توقيع كل من المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بواقع 3 أهداف هاتريك وهدفين للجورجي كفارا وهدف لأمير رحماني. الفوز الكبير رفع رصيد نابولي إلى 40 نقطة في المركز 9 على لائحة الترتيب، بينما تراجع ساسولو إلى المركز 18 أول مراكز الهبوط. صحيفة سبورت الإسبانية فجرت مفاجأة مدوية بشأن طلب خوان لابورتا رئيس برشلونة من المدرب تشافي هرنانديز الاستمرار في الموسم المقبل. الصحيفة ذكرت أن لابورتا الذي يرتبط بعلاقة رائعة ووثيقة مع تشافي أبلغه بشكل غير رسمي برغبته في استمراره بالموسم المقبل وحتى نهاية عقده الحالي. وكان تشافي قد أعلن رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الحالي بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني والإقصاء من كأس ملك إسبانيا والابتعاد عن المنافسة على لقب الليغا. وبعيدا عن أخبار الرياضة، انطلق حفل افتتاح الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بقصر ثقافة محافظة الإسماعيلية في مصر، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 5 مارس المقبل بمشاركة 121 فيلما من 62 دولة. ومن المقرر أن يكرم المهرجان عددا من الشخصيات على المستوى الدولي والعربي والمصري. ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991. هذا وأجرت القاهرة الإخبارية عددا من اللقاءات على هامش مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية في نسخته 25. نتابع هذه الدورة بحكم يعني أنها دورة مميزة عدديا، فحاولنا أن احنا نعمل برنامج يليق بهذه الدورة ويليق بتاريخ هذا المهرجان من خلال أولا الأقسام الأساسية الرسمية للمسابقات المختلفة للمهرجان، ان احنا نهتم بجودة هذه المسابقات ونهتم بنوعية الضيوف كمان اللي بنكرمهم واللي بيشاركوا في لجان التحكيم المختلفة. بجانب ده في البرنامج الاحتفالي بهذه الدورة اللي بيضم حوالي 20 فيلم من أهم الأفلام اللي اتعملت على مستوى العالم كله خلال 25 سنة اللي فاتت. مش مطلوب مثلا من كل الناس تسافر كل الدول، لكن ينفع تشوف الشعوب دي في فنونها، وده اللي بيعمله المهرجانات، ان بيورينا بلاد مش وارد ان احنا نروح لها، بس نعرف نتفرج على ثقافتها ونعرف ناسها بيعيشين ازاي وبيصرفوا ازاي، خصوصا في الافلام التسجيليه لان دي بتجيب الواقع بتاعنا. ومهرجان الاسماعيليه من اهم المهرجانات اللي بيعمل ده. المميز والمختلف في الدوره دي هو الاحتفال بمرور 25 دوره على انطلاق مهرجان اسماعيليه، ده بنحتفل بيها عن طريق عرض 18 فيلم من ابرز واهم اختيارات من ابرز واهم الافلام الوثائقيه والتحريك والوثائقي القصير والروائي القصير في العالم خلال 25 سنه اللي فاتوا. بعض من المخرجين هذه الافلام هيكون موجود والجمهور هيتفاعل معاه، ومن ضمنها طبعا افلام المخرج الامريكي الكبير ستيف جيمس اللي حظى بتكريم النهارده على خشبه المسرح. الى هنا تنتهي نشرتنا، اليكم تذكره بابرز العناوين. الصحه الفلسطينيه تعلن عن المزيد من الشهداء جراء نقص الغذاء شمال قطاع غزه، وتطالب العالم بسرعه التحرك لرفع هذه الكارثه الانسانيه. أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة يغلقون الشوارع في تل أبيب مطالبين حكومة نتنياهو بإتمام صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية. البيت الأبيض يقول إن إدارة بايدن تعمل على مدار الساعة للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويشدد على أن إدخال المساعدات للمدنيين على رأس الأولويات. ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.